التحرير وعد ترجع الثورة وعد ترجع الثورة من جسد الجمهورية بعد الأزمة وعد ترجع الثورة من مفارز التحرير وعد ترجع الثورة شاطئ التحرير بعد الأزمة وعد ترجع الثورة لا بالإدارة والاقتصاد وعد ترجع الثورة حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم حلقة اليوم مثل ما شفتوا بالفيديو اللي ظهر بعد شارة البرنامج أنه وعد ثورة تشرين راجعة هذا هاشتاغ نشرها الناشطين ونشرها المتظاهرين ووعدوا الشعب العراقي أنه الثورة راح ترجع بعد انتهاء الأزمة اللي يمر بها العراق نتيجة انتشار جائحة كورونا للعراق والوباء اللي اجتاح العالم في الفترة الأخيرة برنامج صوتكم مشاهدينا الكرام متواصل هذا برنامج اسمه صوتكم يعني نحب نسمع بآرائكم نسمع بأصواتكم نسمع اللي أنتوا تردون تقولوا بهذا البرنامج للمشاركة بالبرنامج أرقام البرنامج راح تظهر أسفل الشاشة هنا أتمنى من أي شخص يتصل على هاي الأرقام حتى نسمع رأيه ونسمع اللي يريد يقوله بخصوص ما يحصل بالعراق خصوصا يعني اليوم راح نتكلم على موضوع أنه ليش الثوار يوم عن يوم والمتظاهرين بالعراق يبينون للناس الفشل اللي واقع به الحكومة ليش يومية هم يسوون شيء يبينون لنا أنه هم شقد فاشلين مو على الثوار عند أحكي على السياسيين أول ما صارت ثورة تشرين شفنا نصب التحرير منور وراها النفق اللي موجود جوه انصبغ وتنظف ورسمت به لوحات المحلات تنظفت الدرج تبلط وسووا شيء ما سوته حكومة خلال سنين واليوم أيضا احنا نشوف المتظاهرين اللي يسوون شيء المفروض هذا الشيء اللي يسوون المتظاهرين الحكومة تسوي مو المتظاهرين أيضا عندنا برنامج آخر رقم آخر مخصص للبرنامج وهو للواتساب أي شخص ما يقدر يتصل بينا يدزلنا رسالة على برنامج الواتساب إن شاء الله نقرأ لها في الدقائق الأخيرة من البرنامج وأحب أنوه ودائما أقول أنه برنامج الواتساب ما أقدر أستقبل به أي اتصال فعذروني وعذر البرنامج وعذر قناة الرافدين ولا حد يزعل علينا هذا الرقم فقط مخصص للرسائل اليوم المتظاهرين أو قبل ما نبدأ بالمتظاهرين حتى نعرف إحنا على شنو ده نحكي أكو مسنة عراقية مواطنة عراقية امرأة عراقية طلعت وناجدت وطلبت من الحكومة العراقية طلب خلونا نسمع مناشدة هاي المرأة المسنة شنو اللي رادتها يا مريد أناشد وزير التجارة إلى حاصرين الناس ببيوتها وناس عمال اليوم بيوم اشتغلت تاكل والما اشتغلت تسد الباب وسدينا الباب الخاب من كورونا زين الحصة وين مال الثاني ومسلمين فلوسها ولي السنة جايتنا وراح نطب الرابع زين هم فقر وهم كورونا وهم ماكو اشتاكل العالم لحد الله يقبل لكم البرلمان ياخذ 100 مليون والمتقاعد اشتاخذ 300 بالشهر والبطالة ماكو بطالة عمالة قاعدة وسكت اشتاكل وممنوع التجوال اشتاكل بالله الاردن يودونه ما كل البيوت يودونه ما كل البيوت احنا ماكو الناس راح تموت قبل كورونا من الجوع واحنا جاي نسوي تعاون بيناتنا البيوت واحد يطل واحد طماطم وتيت احسن من الدولة شو احسن من الدولة الدولة ما بيها خير احسن البرلمان هسه يتعاركون الدولة البرلمان يتعاركون على الباق كرسون الميزانية ويخلونا كانوا دايحين بالولاية ماكو انصاب ماكو رحم ماكو هذا الوزير ردوا هذا كما يردونه نلعب خطيت لحنا هاي نلعب امير ما افتهمنا يا كبيرنا يا رئيسنا يا قايدنا شنو هاي ما يصير هطو حصل العالم خل تاكل ما تتم الجوع فقير ما قمنا نتدين ونشتري نطل الفقرة شو نسوي بالله حكومتنا ما بيها خير بس جيب الكورونا وحقلوه وجيبوها هي ودوريات تفترون بالشوارع هذا رأي المواطنة العراقية امرأة مسنة كبيرة في السن طلعت وطالبت وناشدت بس مناشدتها كانت صحيحة تقول احنا ناس كسبة ناس تشتغل بيومها وتاكل بقوت يومها او عرق جبينها بيوم بيوم اللي ما يشتغل بهذا اليوم وين يطي وجهه طالبت
توزيع الحصة تموينية، وهي قالت احنا لحد الآن ما مستلمين ما شهر اثنين وراح نطب الرابع. السؤال اللي ينطرح لما نباوع على المتظاهرين قاعدين يعقمون ويعفرون ساحات التظاهر ويسوون أشياء المفروض الحكومة هي تسويها وينشرون يعني فرق للتوعية بين الناس عن خطر هذا المرض وشلون يتعاملون وياه، زين الحكومة وين؟ شو مسجلة غياب بالعراق؟ يعني أوكي أنتم غايبين عن كل شيء، بس لهالدرجة أنتم مهامكم الشعب ومهامكم البلد؟ أول اتصال ويانا اليوم أم محمد، حياك الله. أم محمد. ألو. ألو أختي تفضلي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام، تفضلي أختي. شلونك أخوي؟ هلا بيك يما. أخوي إحنا عندنا المعتقلين، يعني أنا زوجي راح يصير له 11 سنة بالسجن، عنده تنازل بالحق الشخصي. وعنده لجنة طبية ولحد الآن ما قاعد يعني يفكرون بيهم، هاي راح يصير للأزمة شقد، أزمة كورونا لا موجود يعني مصرف ننطيهم إياه ولا نعرف أي خبر عنهم، حتى تليفون ما يخلونهم يخابرون حتى نفتهم من عندهم فتي، يعني شلون بهالحالة؟ وين اعتقلوا أختي؟ اعتقلوا من بغداد تاريخ 11/5/2009 ولحد الآن. من وين؟ من وين؟ هو عنده من بغداد، يعني من منطقة الغزالية. ها منطقة الغزالية، زين التهمة مالته شنو؟ يعني قالوا لكم هو وين؟ هي أربع إرهاب. إي موجود هو، بس إحنا يعني كل ما نصعد محامي يا بعدنا تنازل بالحق الشخصي، يا بعدنا هي تشتغل ما أدري، يقولون ما لها حل. يعني حكموه 20 سنة الله يقبلها، خلص من عندها وهو عنده تنازل. يقولون دعوا الإرهاب ما مسؤولة بالتنازل. نعم. اي يعني احنا نبقى هالشكل، يعني هاي يعني اطفاله صاروا كبار، احنا يعني ما عندنا معيل بهاي الوضعية. اختي معوقة موالي 92 واخو انطى شهيد من 2008. ام محمد اذا تسمحي لي بس حتى يعني نفتهمها صح، يعني حسب معلوماتي البسيطة بهذا يعني بموضوع المحاكم، أنه أنت قلتي عندكم تنازل من حق شخصي، زين إذا هو حق شخصي يعني هو محاكم في جناية وليس في يعني قضية أربع إرهاب، لأن قضية أربع إرهاب أو قضية إرهاب يتخص الأمن القومي، فأنا أردفتهم شنو الخلط بين القضيتين؟ هو أخويا هو عنده تنازل بالحق الشخصي، بس قالوا قضية الخطف ما مشمولة بالحق بالتنازل بالحق الشخصي، فأكو هيك شيء يعني القاتل إذا عنده تنازل بالحق الشخصي مشمول. يعني هو أوكي أوكي، يعني هسه هو حسب ما أفتهم أنه متهمين أنه خاطف ناس. إي هي هاي الدعوة مالته، وعنده تنازل الشخص وكملنا التنازل وإجراءاته، بس ما جاي يعني يطلعونه، يعني طمع. الحق العام يصير 20 سنة وهو مخلص منهن هسه 12 سنة، يعني شهر الخامس يكمل 12 سنة. تمام ماشي، وصل صوتك إن شاء الله ويا رب يسمعوك. شكرا لك أم محمد. أم أحمد من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحية لقناتكم الوطنية الرائعة. حياك الله أختي. تحية للعراقيين الشرفاء الأصلاء أصحاب المبادرة الإنسانية، هم دول العراقيين الأصلاء فعلا الشرفاء. لقي هذا الظرف بدأت المساعدات بين الشعب العراقي لبعضهم. نعم. العراقي اللي تخاف من الحكومة واللي ما تسمي وما تترك أي فرصة إنه تأذيه وتقضى عليه. نعم. لكن الله سبحانه وتعالى مع الحق ويصغي العراقيين. أريد أحكي عندي عدة نقاط بدي اختصرها. نعم. قناتكم الكريمة. الهجوم اللي بالأمس على ساحة التحرير على المتظاهرين السلميين اللي جالسين وموقفين المظاهرات مو صحيح؟ نعم. ليش؟ شو السبب؟ ما يتركون لو هم صحيح مكافحة شغب ووطنيين يدحمون العراق، ما راحوا على الزوار ما الإمام الكاظم عليه السلام، ما منعهم، ما منعوا اللي يكسرون حضرة التجمال، وشفناه احنا مو صحيح؟
وراجعين مرة ثانية على المتظاهرين يردون يقولون الثورة لا الثورة بتموت. ما دام العراقيين يشوفوا الشرفاء انتفضوا لا ما تموت الثورة ونخلص منهم إن شاء الله والله ويانا. وموضوع الحظر التجوال اللي بيأذي الناس اللي محتاجة العمل اليومي، الحكومات كلها اللي شفناها إحنا أخذت إجراء بهذا الخصوص وعلت حظر التجوال، ساعدت المواطنين المحتاجين، وفرت لهم دخل بسيط. نعم. هذا الموضوع تعرف ايش راح يؤدي الى وين يا استاذ اسد؟ بحاكيك عن يعني اختصاص جريمه راح ترتفع معدلاتها بالعراق، وهذا الشيء نتيجه حتميه للي راح يصير للعرض والحاجه للمواطن، لان يعني حظر التجوال بياثر. وبنفس الوقت اللي دا يحضر في من المواطنين اللي ماذا لا يلتزمون بحظر التجوال، تمرد صار عند المواطن العراقي من اي اجراء تتخذها الحكومه حتى لو كانت صالحه، لأن أصبح عدم ثقة موجود بينه وبين الحكومة. الحكومة ما تؤدي إلى أي شيء، أي قرار تعمل الحكومة حاليا ليس لمصلحة المواطن بل لمصلحتهم. نعم. والحظر اللي صار على محافظة النجف وكربلاء لو لاحظ أول محافظتين منعت حدودها عن باقي المحافظات عن أبنائها العراقيين، لكن عن الإيرانيين لا لحد الآن. النقل الجوي والبري مستمر مو صحيح؟ نعم. لحد الآن لماذا اتخذ هذا الإجراء حتى ما يشوفون الناس أو ما يلاحظون دخول الإيرانيين؟ عبالهم أنه راح يبدون هذا التأكيد مالتهم وذاك الأسلوب بعد ما يستمر وما يبقى على العراقيين وما يمشي عليهم. وعندي نصيحة لأخواننا العراقيين أنه يحاولون يحمون نفسهم مو فقط من المرض، وهاي أساليب الوقاية عرفناها، أنه يحافظون على سلامتهم من الحوادث، لا سامح الله لصير بالبيت أو بالطريق حتى ما يضطر يروح للمستشفى، لأن المستشفيات وضعها الآن قاتل مو نقول بائس ومدري، والأعداد تطلع والحالات مو الحقيقية. بدنا نعرف حالات يعني من مصادر ومن أهلنا واللي يعملون بالمستشفيات اللي يفحصوا ويطلع انه عود انهم بي، او هو بعدين يطلع ورا مده بي، او الكادر وياه، واللي بالعمليه ويموت، واللي بالعمليه يكتشفون عنده حالات يعني كثيره. خلي العراقيين يحمون نفسهم حتى ما يضطرون يروحون للمستشفيات من غير يعني الاصابه بهذا المرض. والله يحمي العراق والعراقيين، ان شاء الله هاي الازمه نعديها. نعم. هواي امور اجتمعت على الشعب العراقي، لكن ان شاء الله يطلع من عندها اذا كان هو عنده اراده وايمان بالله سبحانه وتعالى ونعمه بالله وما يتخلى عنه. نعم. No. حضرتك تقول وين الحكومه من هاي المناشدات؟ وين دورها غايب؟ لا موجوده الحكومه، تعرف شلون استاذ اسد؟ موجوده انها تستقطع من رواتب حتى تواجه الازمه. وبعد تشوف لها منين وسائل اخرى تحصل من عندها ربح اكثر. وجتنا معلومات انه 44 مليون دينار مساعدات حصلت عليها الحكومه من المصارف ومن المساعدات الاخرى من بعض الدول. والمسؤولين اللي بال يعني بالدوائر الصحيه يقولوا لحد الان كل شيء مصرف الا. وين راح ال 44 مليون دينار؟ شو لسه ما انطلقت من الجهات اللي تحتاجها؟ بس يعرفون ياخذون من الرواتب يستقطعون والتعيين وهذه الامور، لا موجود الحكومه بس انها تريد تاخذ اكثر واكثر من المواطن. بس ايش يحتاج المواطن مثلي؟ لكن الله سبحانه وتعالى موجود ويحمي العراق والعراقيين. وارجع واحيي قناتكم العظيمه، بارك الله فيكم. حياك الله، حياك الله، شكرا. مع السلامه. شكرا لك ام احمد. من الكويت سعد، حياك الله. حياك الله ودومنا أستاذنا المحترم، تحية لك وللبرنامج الراقي والمميز. حياك الله. أستاذي لا يجب اتهام المعتصمين والمحتجين والمتظاهرين بالإرهابيين، هؤلاء يريدون حل، هؤلاء يريدون حل الأزمة والمأساة، هؤلاء يريدون أن ينطينهم الحكومة حقوقهم المسلوبة سابقا وحاضرا ومستقبلا، وعلى البرلمان وكذلك الحكومة المحافظة على سلامة المتظاهرين والمعتصمين والمحتجين من الأذى والأذية يا أستاذي. كذلك أيضا الرحمة مطلوبة
جدا إنسانيا وطنيا وطنيا إنسانيا. كذلك أيضا البرلمان والحكومة عليه مسؤوليات انجسام لحماية هؤلاء الشعب العراقي الأصيل. وآخر الكلام ابعد عنا الأذى والأذية والإزعاج والألم والآلام. تحياتي لك يا أستاذي يا محترم. شكرا شكرا. حياك الله حياك الله أخ سعد. عندنا اتصال من الفلوجة أبو ضاري. حياك الله أبو ضاري. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلون يا أخي أستاذي؟ هلا بيك. احنا نازحين من منطقة العويتة في منطقة بزيبز. احنا في التعب خيام. انتو نازحين من منطقة بزيبز؟ ايه ايه. حتى احنا قاعدين منطقة بزيبز. وين؟ منطقة بزيبز. ايه يعني لا مو بالعامرية ولا بالسياحية. اوكي. احنا حتى منطقة بزيبز تقريبا 6 خيمات. تمام. احنا لا لا مشمولين بغذائية ولا أم القرى تصل علينا. أها. أي إحنا 6 مخيمات. يعني كل مخيم يحتوي على 400 أهل. نعم. وإحنا محصورين من كورونا. هاي المرض كورونا حضر التجوال. كل الطماطة يملك ب1500. الكيلو بسيتها ب1500. وإحنا لا حول قوة جاعدين بالمخيمات بالحصوب بالصحراء الطاحلة نابية حتى عودة خضر مادية. تمام. ومنطقتنا هي تبعد عن منطقتنا نبعد كلوان. إيه. وإحنا ناس تدم القرى تطلع عندنا. إحنا مو مهاجرين. وناس تحافظ معايا منظمة الظاهرية ومن القرى وكلهم ناس تدم يطلون لي عندنا. نعم. وأريد من عندكم يعني كادر من عندكم يصنع يطورنا. نعم. وأشكرك وجزاك الله خير. شكرا شكرا لك أبو ضاري. أبو زكريا من كركوك حياك الله. حياك الله أسد من الأسد. الله يحفظك يحفظ قناتكم إن شاء الله. الله يرحم شهداء العراق. اللهم آمين. من المتظاهرين والله يرحم شهدانا العراق أو على رأسهم دكتور حارث ضعري. نعم. والله يحفظ جرحانا. آمين. يا ابن العزيز يحكي لك حكي. اليوم صار كارثة بالعراق. عالم ما عنده يشتري كيلو طماطة 250 دينار والطماطة 250 يوم 1500 والبصل 200. العالم هسه نام ببيوته. شي ياكل شي يشرب. وحكومتنا العراقيه مدرين بالرقيص والداق وهذا لا يفكرون بالشعب العراقي لا بهذا المرض الخبيث ولا اي شيء. يعني هم بس مبتلين باحزابهم ياكلون يشربون لا يجيبون كورونا ولا يجيهم جوع والبطاله والعراق. انت العراق يا ابني والله العظيم هذول السياسيين كفر جابهم علينا اليهود والايرانيين. يا ابني اسد بالله العظيم قلنا ناكل بالاسراف والله العظيم. اليوم جاني عائله قال كم يملك الهندل دينار يشتري كيلو طماطه. يعني صاير العراق عراقيه يعني دق الباب على بيت العالم بكيلو طماطه. يعني والله ما نشاتي العراق انت سياسيين اكبر العراق اكيد والفقراء اليوم شوفهم الشريف يطلع بالشارع بس بوستان رجعتهم بالبيت. يا بشكوا مرض كورونا مرض كورونا ليش ما جعل سياسيين بس جعل فقراء. نعرف الله عليهم إن شاء الله. لا بالسياسيين لا يفكرون بالعراقيين ولا بالفقراء إني أسد والله العظيم والله العظيم ما نشاكي قبل طاق والله العظيم. وآلي طبعا عظيم هذير ما عندي أسر الجود عيون جهالي واني أني اثنين وكاسين طبعا والله ما نشان عيش باتك ومنهم عندك. شكرا شكرا لك ابو زكريا. ابو علي من صلاح الدين حياك الله. الله يحييك. شلونك استاذ؟ هلا بيك خيي. الله يسلمك. شلون اخبارك؟ الحمد لله. تفضل.
استاذ بدون زحمة عليك، احنا قبل الاحتلال قبل 2003 ذاك الوقت وزعوا مال 4 أشهر حصة تموينية طال المواطن، طال 4 أشهر حصة تموينية اللي ما عنده حتى ياكل. نعم. اكو ناس ما عندها معدومة، وعندنا احنا التمن والدهن الطيور تضرق عليه والفار يلعب بيه، ليش ما ينطون؟ هذا رئيس مجلس النواب، ليش ما يدز على وزير التجارة محمد العاني اللي هي تابعة له، يقول له عمي تعال 1 2 3 عندك خزينة، اكو ناس طايحة بالحضيض، ناس ما تقدر تشتغل. على وزير التجارة تعال عمي انطي مال 4 أشهر 3 أشهر لي قدام، هل ما الله يفض هالمحنة هاي؟ ما يصير هالشكل، هو نايم ممدد محمد الحلبوسي والناس تكادر الجوع والله ما عاد راح يذبح الاخ. يا استاذ اسهل. نعم. يعني هالمخازن متروسه تمن وشق المواطنين مكان محاضي الفار العبي. يعني ما يصير هالشكل، هذا ذاب بيها على الساطور. ماكو ناس، اكو ناس يعني ما عاد يقول لك اموت بالكورونا ولا 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 اخلي عائلتي جائعه. عندهم خزين وطني، المخازن متروسه تمن وشكر ودين، انطيه للمواطن خليه يمشي حاله في شهر شهرين هالما الله يفضها. نعم. يا رئيس مجلس النواب انت شنو شغلك؟ شنو شغلك تفتر؟ دز على وزير التجاره تقول له تعال عمي ايش قد عندك خزين وطني انت؟ انطي مال 3 أشهر زيد مكان، خلي الناس اللي تعبان اللي ما عنده عمل خلي ياكل يا استاذ افن. نعم. وأنا أشكرك جدا. شكرا شكرا لك أبو علي. يعني يعني اللي دا نسمع من الناس واللي دا نشوفه من الثوار والمتظاهرين، نرجع ونقول إنه يوم على يوم دا يثبتون إنه ذولا فاشلين اللي قاعدين يلزمون الأمر وقاعدين يحكمون. يعني هسه أبو علي نطى خطة، قال لك جيب وزير التجارة، اجرد اللي عندك بالمخازن، شوف الخزين الوطني اللي عندك بالبلد، ووزع للناس، لأن أكو ناس راح تموت من الجوع وأكو ناس فقرة ما عدها. نطاق خطة. المشكلة أنه السياسيين أو ما أعرف شو أسميهم، لأنه هو لو سياسي كان عارف يستغل الفرص. السياسي هو يستغل الفرص، وكل سياسي ناجح بالعالم هو سياسي اللي استغل فرصة ونجح من خلالها. يوميا تجيهم فرصة تخلي الشعب العراقي شوية يرجع الثقة بيهم، بس ما يستغلوها. هم بس يبوقون، بس لو بايقين 9 وناطين 1 ما بايقين 10 كلها كان الشعب سكت. لو مساعدين الناس كان الشعب سكت. لو بنوا كان الشعب سكت. لو اهتموا بزراعة وبصناعة وبتربية كان الشعب سكت. والمشكلة أن واحدهم حاط جو قبل اسمه دال ونقطة. أدري شلون درست الدكتوراه ما أدري، شلون كملت بكالوريوس وماجستير ودكتوراه هم ما أدري. من تباوع هسه المتظاهرين بالكوت قاعدين يعقمون، وبالمثنى قاعدين يعقمون، وبذي قار قاعدين يعقمون، وببغداد بساحة التحرير قاعدين يعقمون، وبابل قاعدين يعقمون. متظاهر ما عنده إمكانية دولة، بس متكاتفين بيناتهم. المرأة المسنة اللي طلعت ببداية البرنامج تقول لك احنا ده نساعد نفسنا بنفسنا، بيت الطل بيت طماطة وبتيتة وبصل وكم شغلة، لأن الحكومة ما بيها خير. الشعب ده يتكاتف والحكومة قاعدة تفسخ بيه. عندنا اتصال من الموصل، أم ضحى. ضحى من الموصل. ضحى من الموصل. حياك الله أختي، تفضلي. الله يسلمك أخي. هلا بيك يما، تفضل. أريد أحكي ويا البرنامج. أنت على الهواء مباشرة، تفضل يا أختي. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام، أنت على الهواء، تفضل عيني. نطالب بالعفو العام. مطالبة بالعفو العام، تمام. نطالب بالعفو العام بسبب انتشار فيروس كورونا. نعم. بسبب انتشار فيروس كورونا. نعم.
عندك شيء بعد تطالبين به لو بس هاي المطالبه؟ بسبب انتشار فيروس كورونا. نعم اختي، يعني انتم دا طالبون بعفو عام عن المعتقلين والسجناء نتيجه انتشار فيروس كورونا. الريد طبقونه، اذا فات على الاستديو راح تصير مقابر جماعيه اخويا. نعم اذا فات على الاستديو راح يصير مقابر جماعيه. نعم نعم يبدو ان الاخ الضحى يا ماده تسمعني. شكرا شكرا جزيلا لك اخ الضحى. مطالبه اخ الضحى واضحه او مفهومه للناس، وهي مطالبه موجوده بكثره حاليا، حتى رسائل وصلت على برنامج الواتساب انه ليش ما يصدرون قانون عفو عام عن المعتقلين نتيجه وجود فيروس كورونا اللي متخوفه الناس على اولادها وعلى ابهاتها وعلى ازواجها اللي موجودين داخل السجون والمعتقلات، انه اذا دخل الفيروس وانتشر ما بين المعتقلين راح تكون كارثه انسانيه كبيره. والاخ الضحى قالت راح تكون هنالك مقابر جماعيه. احمد من اربيل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. تحيه لك والقناه الرافدين العظيمه. حياك الله اخوي. أخوي العزيز، نحن ناس مهجرين من محافظة الأنبار حالياً بأربيل، ونسأل الله العفو والعافية على هذا المرض كورونا، وندعو كافة العراقيين الالتزام بمنازلهم ويتجنب إن شاء الله كل أمة محمد أجمعين. بس أتساءل على الوضع المادي حالياً، تعرف أنت ناس مهجرة وملتزمه ببيوتها، دخل يومي ماكو. نعم. شغل ماكو، مساعدات لحد الان ماكو. في العالم يعني تناشد اللجان الخيره، فالعالم تعرف انت اللي ابو 12 نفر 13 نفر 14 نفر باعتباره هو حجر صحي بداخل المنزل ماله وداخل البيت ماته. نعم. فيراد له يراد له يراد له مبلغ من المال، تعرف انت لا راتب لا معاش عندهم، اكثريتهم ناس عطاله بطاله، اجور يوميه ماكو. فلهذا نناشدكم احنا عرض قناتكم الكريمه ان شاء الله. نعم. يناشدون اللجان اللي موجوده، اكو عوائل هوايه موجوده لحد الان بداخل اربيل وبالمخيمات، والناس يقول لك احنا ملتزمه، يخاف من هذا الامراض، يعني يخاف على عياله، يخاف على ابوه، يخاف على امه، واللي عندهم امراض مزمنه. يعني هسه العلاجات بداخل الصيدليات كلش غاليه. ولو جماعه التقليم الناس ما مقصره، يعني من ناحيه دائره الصحه، من ناحيه الامور الاسواق ما اسواق، بس تعرف انت سيوله ماكو، راس مال ماكو. اي نعم. حياك الله، حياك الله اخ احمد من تونس. خليفه حياك الله. خليفة، خليفة انقطع الاتصال وياه، يبدو انه ما دا يسمعني. ابو زكريا اوضح انه يقول كان كيلو طماطم ب 250 هسه صار ب 1000 ونص، وكيلو البصل صار ب 2000، وكيلو الخيار ايضا وضح يمكن 1000 ونص او 1600. اوجه مناشدة من اسرة برنامج قناة برنامج صوتكم على قناة الرافدين للتجار، أتمنى أنه تسمعون هاي المناشدة وترحمون الناس، لأن الحكومة ما ترحمهم. فأتمنى من التجار العراقيين واللي يتعاملون في قوت الشعب، أهل السوبر ماركتات وأهل الخضروات وأهل اللحوم كلهم، أنه يعاونون الشعب العراقي لتجاوز هاي الأزمة. لأنه الحكومة لما قاعدة تفرض إجراءات ورواتب ماكو والناس مدى تشتغل وفلوس ما عندهم، فقولوا ذولا مين يعيشون؟ وش راح ياكلون؟ وش راح يشربون؟ ابو زهراء من العماره حياك الله. يلا السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك استاذ افر؟ هلا بيك خيي. يا اخوي احنا نظل نسولف عندنا حكومه وعندنا حكومه وناشد حكومه والوزير الفلاني ورئيس البرلمان. يا معود احنا لا نناشد في بقيه البلدان، ما عندنا حكومه احنا استاذ افل. نعم. احنا عندنا عصابات، عندنا مافيات،
لولا اكو وجود حكومه لهذا البلد كان ما صار فينا اللي صار. هسه هم اذا بيهم خير، اذا عندكم ذره من الشرف، كان قالوا يا بهاي العوائل الفقيره اللي ما تتملك قوت يومي وانحجت ببيوتها الناس، هاي كل عائله 500,000 يتصرف بيها حتى يمشي نفسه بهاي الايام الصعبه. هذول منتهيه سالفتهم، لا حد يناشدهم، ولا هذول يراد لهم طبه للخضراء الطب تسحلهم وتوديهم الى سله المهملات، هو هذا جزاهم. هذول ما بيهم فحش نايلون. عندنا رئيس وزراء؟ ما عندنا اخي. عندنا رئيس برلمان؟ شنو رئيس برلمان؟ زعطوط هو يفتهم؟ شو يفتهم رئيس البرلمان؟ هو زعطوط الله وكيله. يا اخوي هالسادة فل والله ملينا. انا بالنسبه اليوم قطعت الججاير من البارحه. ليش؟ لانه ما عندي. قطعت الججاير ما اشربها بعد، خلاص انتهى الامر. ما اريد انا. انا عندي 100,000 مدري 150 قبل المساويق وانتهى الامر. وهسه قاعديت اخوي لانه انا ما تسمع الا الخير انت. سكر وضغط وجلطه، فايش اسوي لها يعني؟ خلاص انتهى الامر. ما ناشد ولا حكومه ولا ناشد وزير. ما عندنا وزاره ولا عندنا حكومه ولا عندنا رئيس جمهوريه. احنا ناس لا حول ولا قوه بس الله سبحانه وتعالى واهل البيت، هو هذا الموجود. ونقول لا اله الا الله، حسبي الله ونعم الوكيل عليه. نعم. انت لو اكو حكومه ما يعني الشباب اللي صار له 5 أشهر بالشارع استاذ افل. نعم تسمعني؟ اسمعك كلش زين اخوي. يا اخوي هاي صار بالشارع برد وحر وضيم وانقتلوا وانجرحوا. اكو حكومه؟ لو اكو حكومه كان سكتت عليهم، كان سوت حل، كان قالوا هاي الناس طالعه ما تريدنا، خلنا نتنازل وانتهى امرنا. احنا ما عندنا، احنا عندنا مافيات ولائيه، عندنا عصابات مافيات ولائيه، كل من ولاء الدوله ويشتغل لها وفي مال الله. ولا انت شايف هسه وباء عام على الامه كلها، هذا الوباء القاتل. الحدود مالتنا مفتوحه، يطب الايراني ويطلع، يطوب ويطلع هذا. وكل هالدمار هذا اللي صار عندنا والناس اللي انصابت كله من وراء الايرانيين. نعم. ولا احنا بلد ترى كفيلك الله ما يطبنا اي شيء. نعم. ليش الحدود لحد الان مفتوحه؟ ليش؟ منفذ الرباطيه، المنافذ الباقيه، منفذ الشلامكه. نعم. زين عندنا محافظات هسه انا غير اقول لك من العماره، عندنا محافظه غير هاي محافظه العماره هسه موجوده قاعدة على بحر من نفط. نفط قاعدة عليه. فبربك هسه اطلع لك الاف المؤلفة من العوائل ما عنده 250,000 يجيب له مزوار. بهاي الايام الصعبة. عايزين مثلا بلد عايز. عمي باقوا الموازنات وباقوا الدنيا كلها وباقوا النفط وسرقوا المعامل. هاي كلها عندنا نعرفها احنا. لكن ذولا مو مال واحد يناشدهم. وانا ارجو المعذرة. لا اخوي لا. معذور. شكرا. أرجو المعذرة على الإطالة سادة. شكرا الحبيبي. شكرا ومعذور. شكرا لك أبو زهراء. مشاهدينا الكرام برنامج صوتكم متواصل بس في فاصل قصير. بسم الله الرحمن الرحيم. 25/3/2020 من ساحة أحرار كربلاء. طبعا الشباب هنا محتاجين لاستيك ومحتاجين هذا القماش مال الكمامات. اللي يحب يوفر هذا المادة اعطيني قطعة من الوصلة. اي والله طبعا هاي المادة اللي قاعد يستخدمونها، اذا تقدرون توفرون من عندها ممنونين.
طبعا قاعد نطي دائره صحه كربلاء، قاعد نطي الفرق التعفير، اذا تقدرون تساهمون بهذا الشيء لا تقصرون. الشباب هنا قاعد يشتغلون من ساحه احرار كربلاء. والله شيء بتشي مواطن يطي دائره صحه كربلاء كمامه، والعراقي يستورد من الصين كمامات ويرجع يتبرع بها للصين، بس والله المتظاهرين يرفعون الراس. ما اقول غير كلمه. ابو لندن، عفوا ابو عبد الله من لندن، حياك الله. عليكم ورحمه الله. هلا بيك اخوي، تحيه لك وقناه الرافدين والساده المشاهدين. حياك الله اخوي. الله يحييك اخي. افل في الموروث الاسلامي عندما تقرا سيره امير المؤمنين عمر بن الخطاب، طبعا هؤلاء الصفويين يكرهون عمر بن الخطاب كراهيه شديده، كراهيتهم لانه عمر بن العادل. عندما تقرا سيره عمر بن الخطاب صار في وقته قحط وجوع، فكان هذا طبعا خلافته يمتد من الشام الى مصر الى العراق، فكان امير المؤمنين من شده الجوع ما كان، فحرم اللحم على نفسه، قال اللي كان بطنه يقرقر ويطلع صوت، فكان يقول صوتي لا تصوتي فلن تذوق اللحم حتى يشبع اطفال المسلمين. شوف امير المؤمنين هذا عمر بن الخطاب، وكان يقول يا ليت ام عمر لم تلد عمر. الان هؤلاء مثلا عصائب اهل الحق مثل قيس الخزعلي والاحزاب حزب الدعوه، يعني اخي الان سمعنا اخونا ابو زهراء من العماره يشتكي، والناس من بغداد والنساء كلهم يشتكون، يعني الشعب العراقي يشتكي منهم. يعني انتم يربطون نفسهم عقائديا بالامام حسين او امام علي، وامام علي نحن يعني امام علي يقول لو كان الفقر جوعا لو كان الجوع لو كان الفقر رجلا لقتلته، يعني قال لو كان الفقر رجلا لقتلته. فالان هؤلاء يعني الى متى يعني هم يربطون نفسهم احزاب دينيه، ويعني خربوا العراق، خربوا العراق وجوعوا الناس وجابوا الامراض وافل واتهموا ويقولوا ان زال المرض من 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 اهل السنه من النواصر. يا اخي انتم بكل الاطميات كله، هذه ليس منهج امام حسين ولا منهج امام علي. يعني ما نريد ندخل في هذا الجانب، واعتذر منك ابو عبد الله، لكن الوقت عندي جدا ضيق. شكرا، شكرا جزيلا لك. اسماء من دياله، حياك الله اختي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. تحيه لك ولكل كادر القناه. حياك الله اختي. الله يسلمك الله يخليك. بالنسبه لي استاذ، عفوا استاذ افر، قبل ايام سمعت رئيس مجلس النواب محمد حلبوسي زار مخيمات النازحين. نعم. ومن خلال كلامه يقول راح انفذ كل طلباتكم، يعني اشوف الواقع اللي انتم بيه. واحنا 13 سنه احنا طالعين من دياله، ولحد الان احنا نازحين. وين اشو واحد ما اجى من مجلس النواب او من الناس ما اجوا يعني يطلعون على احوالنا؟ بس انا اقول الله يساعد النازحين اللي بالخيم، هسه احنا بالبيوت ما يخالف، بس الله يساعد النازحين. محمد حلبوسي شلون راح شافهم؟ ومن شافهم ايش قال لنفسه وايش قال لربه يوم القيامه؟ يعني شي يقول ما شاف اوضاعهم، احنا نخاف من هذا المرض، والنازحين شنو مصيرهم؟ نعم. اللي بالمخيمات، بس أنا أريد السياسيين شو وقت يعني شو وقت يصحون؟ يعني خلي يجون يشوفون أحوالنا أوضاعنا. والله أستاذ أفل مأساة، يعني إحنا نتمنى نرجع، وهسه ديالة وضعها الصحي مو زين، كنا نتمنى نرجع، وهسه جينا السليمانية وسليمانية هم وضعها الصحي مو زين، وهالمرة وين نروح؟ نعم. أريد أسأل السياسيين. أنا أشكرك. شكرا، شكرا لك أسماء. علي من هولندا، حياك الله يا علي. حياتي لك. السلام عليك يا سيد. عليك السلام والرحمة والإكرام. ممكن تسمح لي حتى أوضح بعض الأمور؟ لأن هذه الأشياء التي حدثت من قبل عبد الله وغيره، هذا إحنا الآن بحاجة، يعني إذا أمكن لك دقيقة أو دقيقتين، لأن الوقت راح يدركني وعندي رسائل واتساب. الزمن بدأ يتناقص ويتقلص بصرخات الشعب المظلوم. اسمعني زين، ليش أعطيني وقت؟ الشعب هو الذي يقصر المسافة، ليس بين الحكام والشعب. الشعب هو الذي يرسم الطريق، الشعب هو الذي يخلق المعجزات.
الشعب هو الأصل، هو الجذر، هو الذي خلق الأصولية والحضارة لتعود إلى الأصل، إلى الوطن، طيب، إلى الحرية، إلى الله. معني زين؟ نعم. هذه تنازلات؟ لا، هذه هي الأصل الذي يريدها الله سبحانه وتعالى. لكن هناك عوامل جعلت هذا المحتل أن يتمادى بكل ما جرى، وهو مستمر راح يحضر لتدمير آخر، وهو الآن الذي يحدث في الساحة عن طريق هذه الأمراض الفتاكة. أي واحد ثاني. إذن هذه أوجد هذا أوجد عصابات لاغتيالات الفردية واختطاف وتدمير وحرق الآبار. كل هذا أملها بقى عند هذا الفيروس وغير الفيروس اتفق مع الصين، وهذا ما يعرف هذا لا يعرف. العلماء والأساتذة يا حبيبي يعرفون ماذا يفعل العدو. خليك معايا أن هناك هيمنة أخطر من الاحتلال، فالاحتلال ممكن مقاومته، أما الهيمنة فهي تصادر كل شيء على المقاومة. لذلك شوف يريدون مصادرة الشعب بواسطة هذا المرض الفتاك. طيب. لاحظ شلون؟ هو مو فقط تخطيط واحد، هاي عدة تخطيط. عندما تدخل مرحلة الاحتواء المطلق تسقط جميع المراحل المنادية في التطور الاجتماعي الذي طيب. نراه الآن في تدمير الاقتصاد العراقي الذي نراه في الساحة. يبقى هناك خط واحد ضد الهيمنة وحليفتها ألا وهو الجهاد المقدس الحقيقي الذي يقوم به شعب بصرخاته المدوية الذي تتمادى وتجتاز هذه الأغراض وهذه الحروبات وهذه الأسلحة الفتاك. لاحظوا شلون الأمر بيد الشعب. لهذا العدو خطط باتقان ضد هذا الخط الأصولي كما حدا أذن في العراق ولما يحضر في ساحتنا في داخل العراق. طيب. شلون؟ إذا نعم. الهيمنة هي أخطر من الاحتلال حبيبي. نعم. نعم أنا أعتذر منك أخ علي، وشكرا شكرا جزيلا لك لانضمامك لنا برنامج صوتكم، بس الوقت راح يدركني وعندي هواية رسائل واتساب لازم أقراها وفاء للسادة المشاهدين. أول رسالة وصلتنا اليوم من زهراء من العمارة، تقول تحية لقناتكم الرائعة، نحن أبناء العراق العظيم نحب نيابة عن كل اللي باعوه وثابتون، وستزول وتمر هذه الأزمة، سنعود أقوى من أي وقت مضى، وسنجدد البيعة للوطن، وسنقف بوجه كل الفاسدين لنزيحهم من عروشهم وقصورهم الحصينة. وعد ترجع الثورة. تحياتي لكم قناة الرافدين صوت العراق. السلام عليكم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. داعي الله أن يحمي الشعب العراقي من هذا الوباء. رسالتي إلى شباب الثورة، الحذر من هذا الفيروس، حماكم الله وأنتم في ساحات الوغى. نوار من هولندا. رسالة أخرى من شخص باع الصورة، يقول هذا حال العراق، ما عنده فلوس يشتري كمامة. الله ينتقم من سياسيين العراق، أتمنى تعرضوها يا شرفاء يا صوت العراق الشريف. رسالة أخرى، السلام عليكم وتحياتي لكم، نطالب بإخراج المساجين، اتقوا الله بينا، احنا مسلمين مو كفار، كتلنا القلق عليهم والله، حتى قريش ما سوت بالمسلمين، نفسكم يا برلمانيين. يا أخوة فرعون اتقوا الله بينا، أخوتكم من السليمانية. السلام عليكم، أنا أبو عمار، أستاذ صدق العينك، أريد أطلب رقم أم علي من السويد اللي تقول عندها رقم محامي يطلع أبرياء من العراق، ونشكر قناتكم الشريفة. تحية طيبة أخ أفا. سؤال، وينهم جماعة هيهات من الذلة؟ أليست هذه ذلة ما بعدها ذلة؟ وينكم جماعة صيانة الأعراض؟ ما تطلعون تطعمون بطون الناس الجياع اللي يظل يمشي وراء حكومة العجم، راح يبيدوكم. شكرا أبو يوسف من الدنمارك. السلام عليكم، شلونك أستاذ أفا؟ أنا أم علي من ذيقار، لي وطن وفيه أفنيت العمر وسأفنيه لو كان لي عمر آخر لأجله، سأمشي على الجمر ومن بعدي أجيال به تتفاخر. السلام عليكم خويا، أنا ضحى من البصرة، أرجو من قناتكم الخيرة بخصوص قانون العفو العام، لأن والله العظيم هنا عندنا عدد السجناء كلش هواي وحتى مواجهات ماكو، صار شهر الله شاهد. السلام عليكم أستاذ أفل، أنا عندي ابني صار لخمس سنين ما ينعرف عنا كل شيء، أخذوه من بغداد. وباء كورونا تفشى بالبلاد وآلاف العراقيين من أهل السنة بالسجون، ذنبهم وأنهم يتبعون كتاب الله وسنة الرسول، لك الله يا عراق. عمر من الأنبار. السلام عليكم أستاذ، هذه الحكومة أخطر على الشعب العراقي من مرض كورونا على العراق، ونحن بالناصرية حتى مستشفى مع الأوادم ماكو، هؤلاء لصوص وليسوا حكومة، وإن شاء الله يحاسبهم الشعب العراقي. يا أخي الناس قطعها الجوع، أخوكم أبو سعد الطائي من الناصرية. أبو محمد من الجزائر، السلام عليكم. والله أخي اللي يعلم كل العراقيين الشرفاء أن وباء كورونا أصاب العراق منذ عام 2003 ولا يزال ينخر جسد هذا البلد الحبيب من طرف هذه الزمرة الخبيثة، نسأل الله أن يشفي لكم مرضاكم.
السلام عليكم، أنا ابن الموصل، أرجو من قناة الرافدين أن تداعي بالعفو العام عن السجون بدون استثناء، وأرجو أن تعمل هاشتاغ في صدر الشاشة عن تبييض السجون، أما عن الإرهاب هي دعاوى كيدية. شكرا للسيد محمد الكربولي وضاحك. رسالة أخرى، السلام عليكم، صحيح أبو علي يقول وزع أغذية للناس أم أحمد من العظمية تقول صحيح أبو علي يقول وزعت أغذية للناس تموينية والناس تأكل بالشوارع. السلام عليكم، أنا أشكركم على برنامج رائع، الناس تعبانة بدون مرض والنوب إجا المرض يا عراق، إلى متى هيك يظل بي الحرامية وبين مرض كورونا؟ إلك الله يا الفقير، أرجو أن يصل صوتي. وشخص كاتب كل شهايدهم من سوق مريدي، الله وكيلك. أريد أفهم شنو حصة تموينية ما ينطوها للناس؟ هي مواد أساسية حتى يبقى البشر على قيد الحياة. سلطة غارقة بالغباء وما يفكرون بالطبقة الفقيرة ومن المجتمع، يعني حجر بالبيوت والناس لا عمل عندهم ولا راتب يعيشون منه، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله ينتقم من كل أفراد السلطة التائسة المجرمة. لكم الله يا أبناء شعبنا المظلوم، أخوتكم ندى من الدنمارك. رسالة أخرى، مساء الخير، تحياتنا لكادر برنامج صوتكم مع التقدير. أستاذ أفل، إحنا قبل السقوط كل كان جمهورية العراق، وبعد السقوط صار جمهورية علي بابا، حكومة بلا دولة، كلهم حرامية، مع تقدير واحترامي لكادر البرنامج. أبو يوسف من بغداد، أخي العزيز، أعظم ظلم بالعراق هو السجناء، والله العظيم كل ظلم واعترافات بالإكراه الذي لا مثيل له بالعالم، حتى بالتزاب شيء ما ينصف وما ينعقل أبدا، وبعد أن يعترف بشيء ما مسوي تحضر مبلغ ضخم جدا جدا، ومن لم يستطع دفع المبلغ يبقى بالسجن يدمرون تدمير. تحياتي لك وللعاملين، نحن من الزعفرانية منطقة الربيع، انتشر المرض بهذه المنطقة وما اجانا اي مسؤول لمعاينة المنطقة ومعالجة الوباء. تصور اهل المنطقة جمعوا فلوس واشتروا قاصر واجروا سيارة مي ضخمة ومضخة وقاموا رشوا منطقة بطرق بدائية، ولحد الآن ما أجتنا الحكومة، والأمر من ذاك يوجد مركز تدريب مهني تابع لوزارة الصناعة بوسط المدينة، فكروا يحولون إلى حجر صحي لمرضى كورونا. هاي الناس يجدها تتصرف، لا هذه حكومة وين؟ رسالة، السلام عليكم أخي، نريد إطلاق سجناء، وإذا انتشر المرض بهم ينتشر بين الشعب كله. ناطق من تكريت، السلام عليكم، يوسف من كركوك، تحية لقناة الرافدين، نطالب من خلال قناة الرافدين بالعفو العام على أبنائنا في خطر السجون بسبب فيروس كورونا، والعفو للأبرياء. مرحبا أستاذ، أنا بنت الموصل، عندي أخوتي اثنين معتقلين، نريد العفو العام ليصير كارثة بالسجون من فيروس كورونا. وآخر رسالة أقراها، محمد من بغداد، أدعو على السياسيين بحق محمد وآل محمد، إن شاء الله تنصابون كلكم بكورونا، هذه جاه العراقيين. مشاهدينا الكرام، أعتذر من السادة اللي بعثونا كثير من الرسائل ما قدرت أقراها لضيق الوقت. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة برنامج صوتكم باكر بنفس الموعد، وراح نوجه رسالة إلى السياسيين، نتحداكم إذا تبرعتوا بدينار لهالشعب. إلى اللقاء.